السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصتكم اليومية عيش رمضان مع زولا. واليوم ليلة القدر، ليلة 27، جيت مع بنتي العزيزة نجوزو ليلة 27 كيف كيف. تعاوني في المنيو تاع اليوم، هو خفيف ظريف على كل حال. واش تقولي فيه المنيو تاع اليوم؟ درنا يعني خفيف بس خلاص معينة مع دوك جوازات وشربها كل يوم، دونك فيو كرانا في لافان حبينا نديرو عفسة خفيفة. جيستومون نتقلو شرحنا بزاف. انا سموح لات لي جيت خطرة زوج انا عاود وليت. توحشتكم كاع، توحشتي جمهوري فوالا. عاود جبتها هكذا باش تشاركني في هذه الحصة، ان شاء الله نكونوا مع بعض، نضحكوا شويه مع بعض، نقصروا شويه مع بعض، باش ما نكونش وحدي كيما كل يوم، نبدلوا شويه. فوالا هذا هو نقول لكم المنيو تاع اليوم. نورمال نقول لهم كيايا باش نشوفك، راني نوجد فيك. هيا قولي لي واش كاين اليوم. كيايا درنا هذا الحساء تاع الجزر، ياك الجزر فلوتي دو كاروت. فلوتي دو كاروت، عندنا ليكيش، ليكيش فرماج او فرماج، وعندنا لو اشي بارمونتي. فوالا شغل الغراتان. فوالا اشي بامونتي، بغيت نقول لهم المقادير بالضبط باش هكذايا يعاودوها في ديرهم. مالغري كو على بالكم مع اواخر رمضان واحد يبدا يتها بحاجه واحده اخرى بالحلاوي وكامل، الوغ نديروا حاجه خفيفه هكذا باش نسهلوا على روحنا الخدمه. الوغ درنا لو اشي بامونتي كطبق رئيسي، نسحق فيه 500 غرام تاع بطاطا ولا كيلو، يعني على حسب افراد العائله. عندنا بصيله تكون كبيره، عندنا فيون داشي واحد 250 حتى 300 غرام، بيان سور طوماطيش ثلاث حبيبات هيدا كيكونوا كبيبرين، شويه ثوم، شويه درسه. كثرت عليكم على بالكم هذا الشهر كامل وانا ندير في الدرسه. وعندنا لو بوكي كارني وجوز الطيب. بوغ لي كيش عندنا اون بات بريزي سامبل، عندنا 150 غرام تاع فارينا، عندنا بيان سور نسحق 75 غرام تاع زبده، قرصة ملح ولا نديرو شويه بزياده باش ما تجيناش مسوسه كاعنا. وعندنا حبه بيض هنا بالنسبه للعجينه، وعندنا كيش يقولوا اباري اكيش، هاد لاباري اكيش نديرو داخل فوالا سي اباري، تكون خفيفه باش ما يجيناش الكيش تاعنا ثقيل. نديرو فيه لا كريم فريش والبيض والفرماج، هذا تجي سما خفيفه ما نكثرولهاش، ما عندهاش حشوه واحده اخرى. وعندنا فيلوتي دو كاروت اللي هو حساء زروديا، وشنو كي نقولو فلوتي سما يجي شويه ثقيل ما يجيش خفيف، فيه يعني طريف تاع اللحم تاع الدجاج عفوا. وعندنا زروديا بيان سور كيلو زروديا، عندنا زوج غصان تاع البورو، حبه بطاطا باش يعني تلبي لنا هذاك المرقه تاعنا، بصيله كبيره وسنينه تاع ثوم بيان سور، والتوابل ما نساوهمش من بعد تشوفوهم. نروحوا على بركه الله ديريكتومون نحضروا الحساء تاعنا. واش لازمنا؟ حفظت الدرس. قدرة نديرو زبدة، فوالا زيت، نحطو البصل يتقلى، ايه حطو لي ليغوم معاهم كامل، الخضرة زبدة زيت، حطو البصل فوالا. نديرو شوية زبدة ونديرو الزيت باش ما تنحرقناش الزبدة، ونقطعوا هاد زروديا كبير باسكو اون با كيما يقول لك نلحيوها من بعد بالميكسور. هي شويه مغرفه شويه كبيره، عمريها شعلتيش واقيل ها؟ نقصتلو شوية باش ما يتحرقليش الزيت. ودوك نديرو هاد الخضرة تاعنا تقلى شوية باش نمرقوها. معليش ما يسخت فوالا، نحب المرقه تاعي نحب نقليها قبل ما نمرقها. نقصي برك الفرن تاعك وناقص
ندير البصل. ديري البصل. باقي غلبك اليوم رمضان، خلاص بديتي تعياي. ها؟ بديت نعيا خلاص. راني يعني شوف ماشي كتقصري مع والو، جبت بورتون جبتك باش تقصري معايا تعاونيني و ميم طون تقصري معايا. قصري معايا شوية أنتيا. لا لا. شوية أنا شوية من عندي وشوية من عندك. دونك نخلطوهم. ينتبلو في الديبو خليها شويه تتقلى، نكملوا كاع لي زانغريديون ومن بعد نتبلوهم، نرموا الدجاج تاعنا ما نساوش كان يعني يتقلى معاهم باش يعطي البنه. طريف تاع الدجاج سنة تشوفي ميسا فوالا. انا رمضان هدايا انا درنا كاع الاطباق لي اكزيستي ودرناهم. اه وي نوع لهم، واش نقول لك يا بنتي، نوع لهم من اطباق العاصميه التقليديه والعصريه، ما خلينا ميم التحليات يعني نوعنا لهم ما شاء الله. جيسبر برك هما يكونوا راضيين علينا ويكونوا عجبوهم كاع الاطباق اللي قدمناهم طيله شهر رمضان. ان شاء الله يكونوا قعدوا وفيين للحصه هذا ما كان. هذا ما كان فوالا دوكا واقيلا نبداو نوجدوا الحلوى لي 27 هذاك هو العيد السهري واقيلا نسهرك باسكو مور فين نسهركم مع الحلوى تاع العيد. شويه انا شويه ليليا، انا مش وحدي، عندك طفله وحده في الدار. على بالي على بالي، يعني ندير لكم بداله، يعني على بالي نحب انا ندير لكم بداله شويه انت شويه هي هكذا باش ما تعياش. انا جيت هنا هي طيب الحلوه. خلاص انا طيبت معك الفطور. هاي تسمع فيك. فوالا هنايا نخليو مرقناها بيان سور توجور الماء تاعكم سخون. مرقوها نغلقوا عليها خلاص طيب وحدها. طيب وحدها كي طيب نحو داك الدجاج نفتو ونرحيوه، نرحيو كاع العسوق تاعنا. فوالا فيها حتى اضافات يعني هذا ما فيهاش اضافات. دوك واش نديرو، نروحو لاشي بارمونتي. اشي بارمونتي نطيبو برك، نبدلو برك الكسان هكذا باش نسهلو. جيب المقلة، جيبي المقلة حط هذا الهيكا نديرو المقله. ايه نشوف ولا تعرف. يلا يلا وري لي شطارتك. شطار الديكاك. خلاص خلصت الفرصه واضحه. لا ما ندخل الكوزينه ما نديرش ديكاك في حياتي. صح صح علي بيتيز. ندير زبده زيت نحطوه يتقلى البيانداشي تاعنا مع البصل. اوكي ملح فلفل كحل برك. ايه ومن بعد تيك حتى يطيب يعني باش نزيدو حاجه واحده اخرى. روحي وانا نهضر لهم على البطاطا. البطاطا بعد ما تكونوا بيان سور غليتوها ودرتو لها الملح، هنا نتبلها شويه باش تجينا خفيفه. نديرها شويه فلفل كحل شويه جوزه الطيب. هكا يكفي. هكذا تري بيان. جيبو كوير. دونك نحطو لا فيوند تاعنا. ايه نزيدو البصل بيان سور. وش كي معوله ديرينا في العيد حلوه كش حلوه. ايه سكتي برك، انا نحب ندير شويه يعني ما نتخلاش على التقليدي، بصح نديرو شويه عصري شويه هكذا جاتو كيما كانوا يقولوا دوق جاتو بريستيج نديرو بيان سور. ما نساوش انا نحب التقليدي ما نكذبش عليكم،
بصح نلبي الرغبات تاع الناس كامل، نديرو شويه تقليدي ونديرو شويه عصري، نقدروا نقولوا عصري. مال رغباتي تلبيهم لان انا بلا لي غيس ما نحبش العيد. صح موت على لي غيس. انا الصباح في العيد ناكل غير لي غيس. ان شاء الله ان شاء الله هما قالنا نديروهم لهم هكذا باش يديروهم هما قالنا في العيد يحضروهم. ها هنايا واقي نجيب حاجه كبيره، نحبش انا نخدم في الضيق. شوفي الضيق هنايا، نحب حاجه الله الله نقدر نخلط فيها. المعان كاينين. المعان سي با سكيما بيان سور. ولا رمضان كامل هنا نشريو له باش ما نصيبوش المعان. هاكي تشوفي هكذا نخدم اليس. دونك نروح نتبلو هذيك البطاطا. نتبلها، درت لها ملح فلفل كحل، زيد لها شويه زبده، شويه لا كريم فريش، شويه حليب باش ما تجيناش يابسه. درنا كيف كيف، خبطنا كيف كيف. دونك نتبل ملح فلفل كحل. ها هنايا. ها هنا جبتو ما ديتوش. ديرو، عطيني لا كليير برك مغرفه صغيره. وي. ندير شويه كريمه طازجه. ندير فلفل كحل فيوندا شي يحب الفلفل كحل بيان سور. هنايا برك نجيب، جيبي لي بابي سجي كنتي درت هنا مغير فبركات. نزيدو الملح. شتي درتي واقي درنا لونكونغوم في الكوزينه بورتون الله يبارك هي كبيره. كي تحبي تلصقي فيا على بالي من صغرها لصقه فيا. هي باش تفيريفي تشوفي واش يخص ما تحصلي فيا ما والو. هاي ليك نتبعك. هذا خفوها ديك الزبده والحليب غير فا حليب غير فا كريم فريش، يعني تقدروا تستغناو على كريم فريش ديروا غير الحليب. هنا هكذا هاي واجده باش من بعد هذيك في الفاسوناج نديرو ديريكتومون ندخلو نعمرو المول تاعنا. كملتي درتي ل درت لي سيبيس واش درتي الملح وفلفل كحل الكحل. زيتو خليه يتقلى تخي بيان زيدي له شويه درتيه في الصغير انا ماذا بيا كون درتيه من الهيكات خير نقلبو وي باش يطيب لنا بالخف. جيبي نشوف هذيك سخونه بالاكي نخاف النار على بها حبيت نمس كامل. انا عارف على بالي على بالي انا فو بيتاي انا ما خليتكش نار الزيت الفوق ما نحبش كاع ندنا ليهم بزاف نطيب مي غير وين ما كاش الدونجي. فوالا نقدروا نردوه منا خير. فوالا طفي عليه برك بلوتو زيدي زيدي له هذاك مشعول مشعل. هيا زيدي له عفوا باش تطيب لنا بالخف هذيك لاسوب تاعنا. اونتخ طون باش نوجدو هاد لو اشي بارمونتي تاعنا. هنايا البطاطا تاعنا هي واجده سي بون. دوك غير يطيب هذيك لا فيوند اشي يعني هذاك البصل اللي يذوب الله الله ويدير كيما يقول لك واللحم تاعنا يطيب تخي بيان. نضيفو له طوماطيش ثلاث حبيبات هذوما، نزيدو الاعشاب العطريه، نزيدو مغرفه تاع الدرسه وشويه يعني قس سنه تاع الثوم. سمعتي؟ نعم ها هي داكور. يعني راني نهضر مع الجمهور بصح راني باش ما نزيدش نعاود. ها وي فوالا نكملو شويه. يعني الاشي بارمونتي سهل صغير في لافان هكايا في 27 كيما اليوم غير طيب تمتم دير كلش في المول ويطيب بيان سي براتيك. عينا مطيب بزاف الزيت الزيت هذا قليان هادو دراسي هادو مراقي هادو شنو نقول لكم ما خلينا ما بقينا في خلاص رمضان نقدر نزيد كاع طيبين نقعدوا غير لا 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 وعلا ماشي موفا نطيب لكم واش هكي ديري بيا هكذا ها ماشي موفا نطيب دايما هكا نكرهو شويه يعني بعد رمضان شويه جينا ودور. شوفوا هنا راح ندير لهم العجينه تاع ليكيش. عندنا
هنا 150 غرام تاع فارينه. كنت قادره نديرها بالبيتخان بصح حنا جينها بيدي باش هكذا تعاودوها في ديركم، ماشي لازم لكم البيتخان. عندنا 75 غرام تاع زبده، هذه لاباط تاع ليكيش. وي لاباط تاع ليكيش. فوالا عندنا راكو تقولوا شبي هذه، انا على بالكم شوفوا تال ما والفت واسمو نعرف الميزان، لو كان وزنه هنا قدامكم نجيبو 75. بلاص جامي تستعمل الميزان هكذا يا فليب، ميزانها وعينها صح ميزانها ماشي قصرها. انا عيني ماشي كاع ميزاني، لازم لي الميزان، هي ماشي كاع قصرها. يعني نعطيكم انا المقادير مضبوطة يعني باش ما تغلطوش، ديروا بالميزان ما تعاندونيش انايا. جيبي لي الملح، هيدا غير بصبعتيكم دخلوا هذيك الزبدة، ملح برك ملح ما يصدري لي شوية ملح، فوالا سي بون. كملتي بلا زيبيس؟ خلاص هنا ما كاش لي زيبيس، بالك برك تحرقي لي اللحم هذاك، ردي بالك هكذا. شوفوا الدخل ناكلوا البطاطا معليش، او ما تسيبي واش تاكلي ليسونسييل تسيبي واش تاكلي. دونك هذاك كيطيب ارمي له لا طوماط، فوالا دوك ارمي له لا طوماط وزيدي له لي زيبيس، عفوا ماشي لي زيبيس، لو بوكي غارني، وديروا شويه ثوم وهذيك الدرسه. فوالا ونخلوه يطيب بعقلو. هنا اكو تشوفوا الزبده دخلتها هكذا، لازم تكون مرمله هكذا. نحكم الحبه بيض تاعي، نحب انا توجو نجيب حاجه نكسر فيها. اش قدرت نحي هذه؟ لا لا خلي بزاف داروها صح، بزاف نديرو شويه شويه برك، ديري غير غصن تاع هكا يكفي. هذا ما كان عندنا حبه بيض، نطمو العجينه تاعنا، نطموها ما نعجنوهاش باش تجينا كروسيونت او ميم طون فوندونت، يعني تذوب في الفم. توم ندير قيس شحال؟ السنه برك سنه سنينه فوالا. ولي ما يحبش هذيك لاسيديتي يدير شويه سكر بيان سور، لازم هذيك هذيك مغرفه تاع السكر. صافا عندي لي باز بيان سور، الا ما كانش عندك لي باز سي غاف، يقولوا بنت زولا ما عندهاش لي باز. كاين اللي ما عندهمش. انا دخلتهم بكري، كون نقول لكم دخلتهم بزاف بكري الكوزينه، واحد الخدام لا غالب والله غير دخلوا بزاف بكري، ما دخلونا مالينا احنا كاع دخلنا بكري. هاي نطمت لي العجينه. عندك هذه نوا د مسكات نديروها؟ دوك نديروها نسحقوها في في في, في, في الكيش دكوغ، نسحو شويه لو بلون دو ترافاي تاعنا. الريحه انا بديت بديت واقع بلا تدوخك خلاص نشوف ما يسجب دي المول تاع لو هاشي بارمونتي باش ديرو تدهنيه بالزبده، وانا اونتخ طون راح نحل لاباط تاعي نجبد المول. وين راه الحلال؟ روح
زيدي دي في طريقك هكاك ونجيبوا العجينه كيتو عفوا نجيبوا لو مول اللي راح نديروا فيه الكيش تاعنا بسم الله شي ندير لك بلاصه خير شوفي هنا هنا وهادو منا فوالا دوك خدمي انس هاد المعدنوس معاك نديري لي شويه مع لا فيونداشي دير على حساب لو مول تاعي ندير غير البار وبعد الاولى سي البطاطا نزيدو الفوق فيونداشي وعينك على الفيونداشي ما تنسايناش الفيونداشي كتشوفو مبسة سي نورمال مبسة سي لاباط بغيزي تروحو معاها غير بالعقل وما كيديروها في المول تسقم روحها داكوغ نحكم هكذا كي راني درتو وحدي هذا كي نقعدو اطابل ماذا بك تقولي لهم بلي انا اللي درتو بيان سور طيبتو وحدي هادو واش درتي لهم والو وراح نكذب هاهم يشوفو فيك ولا حتى نقول لهم هاهم يشوفو لا لي ياكلو هادو ما يدوقوش كاين لي يدوقو كاين لي يدوقو شوفوا هكذا تحلوا العجينه تاعكم ما يقدروا يذوقوا كان يعاودوها في الدار يذوقوا وبعثوا لنا نشوفوا واش داروا وي انا راني قلتها لهم ونعاودها لهم انا ماذا بيا يعاودوا الوصفات تاعنا اللي جاست على قناه زهره تي في يعاودوها ويبعثوا لنا التصاور باش نشوفوا واش داروا طيلة شهر رمضان وهم بعثوا لنا ديجا ميسا اخي شفتي بلي بعثوا لنا وشفناهم وفرحت بيهم وهدرت عليهم قلت لهم يعطيكم الصحه ليكم تتابعوا فينا انا وحده راني ندي لي غيسات من زهره تي في من عندها ما راح نسقسيها ما والو ندخل زهره تي في نكتب لي غيسات ونروح نديرهم ديريكتومون ايه لازم وعلاش حنا درنا هكذاك درنا باش الناس اللي تفوتهم هي ما تحبش بيان سور حنا درنا بالعاني هكذاك الناس اللي تفوتهم الحلقه ولا يحبوا يرجعوا لهذيك الوصفه ما عليهم غير يروحوا مواقع تاع مواقع التواصل تاع زهره تي في يسيبوا كامل الوصفات اللي جازت خلال شهر رمضان هذا يا سي بون شوفي معايا تري بيان خلاص سي بون طفي له طفي عليه جيبيه قدامك بردو شويه جيبي قدامك معليش صح باسكو راح ندخلوه في الفرن على كل حال حطي شويه فرماج باش عندها شويه فرماج ليك وشويه فرماج ليا خلاص لا فان دو موا نكثروش الفرماج عينا ما نكثروش بزاف باسكو دو بلا فيهم فرماج شويه شويه يفو ايكيليبري لا هنايا باسكو راح ندير فرماج فوندو ندير غير من الفوق انت نفس الشيء نسقمها بالطبع هاني بالعقل معاها ندير من بون كوش ندير كاع هذا قسميها على زوج ديري نص من تحت ونص من الفوق مشيها شغل اون كوش هذيك الشريبه يا اخي ما نسيتيهاش هاي تبقبق راني نسمع ما بابي تاعنا شدي معايا شوفي حصلت هنا حصلت نزيد شويه حليب شويه كريمه نضيف الحليب زيت شوية ومن بعد نرميها هنايا هاديك هي
عندنا نجيب الفوبي تاعي اللي نحبو بزاف. بصوت ديري بلا سباتول، ديري تاع لا سباتول. خلاص فوالا هنا كي راح تجي جايه جيبي معاك الملح في الكحل. فوالا وجوز الطيب بيان سور، ملح الكحل انا ما نحبش نرمي الفرماج داخل باش نوزعو تري بيان على كيش. من بعد نرمي لاباري تاعي. شفتي هاد الفوي؟ هاي نموت عليه، صغير وبحيلو كبار. هذه هي واش كنا نديرو؟ راح ندير جوز طيب. انا شوفي ميم هذه تاع جوز طيب شوفي معني كاع الله الله لا كيزين بيان كيفي. عرفي انا نحب الكوزينه تكون بيان اكيبي بمعنى بالطبع. من بعد نزيدو ايطاج واحد اخر بالعقل برك ترمي بشويه باش ما تخلطش. فوالا ارمي وزعيها كامل ومن بعد مشيها. راكو تشوفوا هنا الباغي تاعنا، نحي هادو بطريق برك. سيبو سيبو هنايا عندك ال هاديك تاع هاد ال واشن لا سوب. راحت لك فلوتي فلوتي تاع لي كاروت اللي هي حساء زروديه. شنو نجي نخلطه ما والو ما نخلطهش، خلاص فيه الماء يطيب وحده. من بعد هاتيك نخرجوا داك الدجاج الله الله، نفتوه كامل ونرجعوه ونميكسيو كلش. وهاي الحساء تاعنا واجده هنايا، درت لكم كاع الفرماج هذاك. فوالا ديري ملح فرماج، ملح ملح على بالي تحبي الفرماج. استنى تشوفوا نبدو كل حاجه لبلاصتها. جبتي لي لي زيبيس وحطيتيهم هاك الدنيا معمره هنا. وهذه هي كملتي بها سي بون. واش نشوفوا سادة المشاهدين، هنا انا نحب المعدنوس يعني يعطي بنه. توجور ندير من تحتها، انا توجور من تحتها هكذا ونزيدو من بعد هذيك من الفوق كيطيب للتشباح. هذيك كل واحد وكيفاش يحب يشبح الاطباق تاعو، مي انا البنه تاع المعدنوس نحبها بزاف. لي كيش او فرماج سيوها وردوا لي الخبر. هنا نبداو الوغ نديرو لا كريم. بسم الله ترموها كاريمون الطبق تاعكم هكذا. مغرفة تعاوني باش ما كيما يقول لك ما يروحش الكوتي، ولا يعاوني نمشيه مليح لا كريم ولا لاباري تاعنا. فوالا جات سوا سوا. كملتيه لالا؟ يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا بنتي. فوالا شوفي باش نقول لك ندير لك وليا. شوفي نديرو هنا الفرماج. شي تقصني تاع الفرماج باش يجي شباب وانا تاعك. لا قتلك. شوفي ها سبق فيك ها. ودوك واش نقولوا سادة مجاهدين؟ نقولوا لهم بلي الراشي بارمونتي ها واجد، لاكيش تاعنا كانا هاي واجده. ندخلوهم برك للفرن على درجه مئويه 180، لاكيش تاعنا نخلوها حوالي 15 دقيقه وهذايا يتكغاتينا برك كلش فيه طايب. الفلوتي تاعنا هاو طايب. دوك نميكسيوه نرحيو بلوتو نفتو هذاك الدجاج ونرحيو لو فلوتي تاعنا وراه واجد. حنا نروحو فاصل قصير ونعاودو نولو بالتحليه تاعنا. هذا ما كان
انا ولينا لكم باش نديروا مع بعض التحليه اللي هي كريم ديسير وشوكولا. وشوكولا نديروا كريم ديسير وشوكولا. نعطوا لهم المقادير. اول شيء عندنا لتر تاع حليب، عندنا هنايا 200 غرام سكر، 120 غرام تاع مايزينا، عندنا هنا حوالي 100 غرام تاع شوكولا نوار، عندنا كوس دو فاني، هي الكوس دو فاني، وعندنا زيت صفار بيض، ونستعملوا دو يعني كريم ديسير. جيبيهم لي امبوسيبل نطول يدي يا هكا هاي داك الطول كاع ما يلحقش يتم. ونديروا دو بو هكذا تاع كريم ديسير، يعطينا نكهه، يزيد لنا النكهه، ينكه لنا هذيك لا كريم ديسير. جيبي الكاسرونه شعليها ديريكتومون هاكي، ديري الريكله تاع حليب، وانا نخلط لي زانغريديون الاخرين. عندنا 200 غرام سكر قبل ما ندير المايزينا، نحطها هنا قدامي، نديرو زوج حبيبات ولا زوج صفار تاع البيض، عندك لاغوس دو فاني نقدروا نديروا في بلاصتها فاني اون بودر. وي لي ما يلعب بيان سور، نقدروا نعوضوا لاغوس دو فاني بلا فاني اون بودر. سني تشوفي حلي لي هذوك لي بود ياغورت. دونك انا درنا السكر، نحكوا السكر مليح، زيدي لي هذوك لي دو بود ياغورت هنايا، بنينه تري بيان. سيديهم لي لهنا، شيلوا منا السكر ويعطي النكهه لهاد لا كريم ديسير تاعنا اللي راح نديروها. انا ما غير فاهمه تما غير هاك. يلا سهلة يعني ماشي غير سهلة، عشر دقائق ماكسيموم هكذاك. حنا بالعاني خيرنا لهم الوصفة اللي ما تاخدش اليد، على بالنا راهم كاملتين مع الحلوة تاع العيد، الو خممنا فيهم وجبنا لهم وصفة سريعة سهلة وبنينة. بيان سور أكدوا لي على بنينة. الو هنا نزيدو هذيك لاكوز دو فاني، جيبي لي لابلونش باش نقطعوها. هادي نحركوها من بعد دوك تشوفي، نجيبو الحليب تاعنا شنو نحو الليغان هكذا. فوالا فوالا نحو الليغان نديروها في الحليب ياك؟ بيان سور في الحليب. وكنديرو بودغ كيف كيف، لا بودغ نورمال في الحليب. نو لا لا بودغ لا لا ماشي كيف كيف، لا بودغ نديروها مع الاخر. كوز دو فاني نديروها مع الحليب تغلي. دونكور هنايا جيبوا الكريمه هذيك جوزي منا وغلا الحليب تاعنا، نرمي كمية هكذا. جيبي لي برك البابي، نرميهاش كامل كمية، غير شوية قسمة نحل هذاك الخليط تاعي هكذا، نحلوه بالعقل ونردو كلش فوق النار يطيب حتى يعقد لنا. كي يعقد لنا نزيدو نضيفو هذيك الشوكولا، نزيدو بالداخل تعطي نكهه بيان سور، والبنه واش كانا زيدي قولي. وقيل عييتي انت يا خلاص جعتي خلاص خلاص ما بقالوش قريب يدن.
دونك خلاص هادي داو الديسر كي نحطو حتى يعقد نسنا وهي عقد نديروه في لي فيغين تاعنا لي فيغين وجديهم هذيك مازال بيان سور نزيدو قبل تعقد لنا هذه قبل بعد نضيفو بيان سور شوكولا وهذا هو يكون واجد نديرو في لي فيغين تاعنا بيان سور ونحطوه في الثلاجة حتى يبرد هو كي يبرد لي يولي بنين بيان سور قولي لي ولا نيشا فيها ملاح عاودي لي درنا لي تلا حليب ايه سكر ولا نسيت شحال درنا شحال 200 غرام سكر وي درنا 120 غرام مايزينا تري بيان انا في الدرس دونك زدنا لها اون كوز دو فاني نقدروا نعوضوها بلا فاني بودر درنا عندنا 100 غرام شوكولا ودرنا زوج كو تاع كريم ديسير فوالا شوكولا باش نزيدو في البنه تاع هاد الكريم ديسير ونخلطوهم كامل ونزيدوهم في الحليب اي سي بري اي سي بري تعقد لنا نضيفو هذيك شوكولا نوار حتى تعقد بيان سور كريم ديسير لازم تعقد ديرو هكذا ماشي عقدة تعقد شوية ماشي كيما كريم باتيسير وزيد ضيفو لها ديك الشوكولا عقدت زيدو لها الشوكولا تاعنا ايه وزيدو لها حاجة وحدة أخرى زدنا الدوب الشوكولا نديلي مغرفة تاع الزبدة وهاي كريم ديزير تاعنا واجدة زبدة إجبارية في لاغوسيب وي تعطي لوكو يلا بيان سور هاديك هي قسم غرفة ولا 20 غرام تاع زبدة دوك نعمرو لي فيغين تاعنا فوالا هاي كدا شوفي ميم شوكولا داب تخي بيان تخي بيل كولوغ فوالا ونبداو نعمرو بسم الله عمروهم نخلوهم توت نوي يعني ليله كامله لا لا من الصباح للعشيه ولا هذاك هو من الصباح يبردوا برك ايه قسمه توجديهم هكذا في الفطور تمتم بلوتو يعني كي تكوني توجدي مور في السهره تقدروا تاكلوهم نورمال يبردوا هذا نديره لكم كل يوم كل يوم باش نديرو ايه معليش نعمروا هاد لي فيغي تاعنا واش نقول لهم حنا ساده مجاهدين قولي لي قولوا لهم روحوا فاصل قصير ونعاودوا نوليو نتلاقاو في المائده الرمضانيه اللي جمعنا معاكم باش نشوفوا واش درنا اليوم ميتي هاي مشبحة الله الله اليوم كما كنتو تشوفوا اشكال وانواع تاع اطباق اللي قدمناها بيان سور مع ميسا اللي كانت كطبق رئيسي درنا لو اشي بارمونتي ودرنا كمقبله درنا انكيش بالفرماج الفرماج ودرنا فيلوتي دو كاروت اللي هو حساء زروديه بيان سور ما نساوش التحليه اللي كانت ان ديسير يعني خفيف بزاف درناه بالحليب وزدنا له بو دياورت بلوتو لو بو تاع كريم ديسير بالنكهه هذيك وبيان سور لا غوس دو فاني هي اللي تزيد البنه وبيان سور يعني الاطباق من خفيف ليل 27 بيتو سي كيما نقولوا الاواخر تاع رمضان ما حبيناش نكثروا بزاف دونك كان هذا هو المنيو تاع اليوم ما نساوش نشكروا على اللي لبستنا اليوم بيان سور ما نساوهاش دونك هي سافيار سافيار نشكروها يعني نتمنى اللي عجبوه يعني هذا اللباس يقدروا يجوزوا يعني الصفحه تاعها سافيار ميزون في كاع لي ريزو يعني في كاع مواقع التواصل الاجتماعي يقدروا يضربوا طلال تما وما بقى لنا غير نقول لهم
مازال ما نقولهمش واللي فاتوا هاد الحصه ولا هاد الوصفات اللي قدمناهم اليوم، ما عليه غير يزور موقع زهرة تي في يصيب كامل الوصفات اللي جات معنا في رمضان. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، صحه رمضانكم وصحه فطوركم، صحه رمضانكم. مع السلامه. مع السلامه.